صباح الخير عليك، صباح الخير أريج، صباح الخير على كل مشاهدي يو تي في. مثل ما ذكرتي احنا اليوم موجودين في مدينة الصدر، ربما من تشوفون الباك جراوند والمكان الموجود خلفي والمتواجد به الآن ما يبين انه احنا بمدينة الصدر، لكن احنا اليوم موجودين ضمن مشروع تطوير مدينة الصدر وايضا مدينة الصدر الجديدة اللي راح تقام تحديدا من هاي النقطة في هذا المكان. العمل مستمر لانطلاق هذا المشروع. الخطوات الأولى بلشت ب وجود السياج اللي راح يحيط بالمنطقه اللي راح يتواجد بها، يعني يتواجد بها المشروع، مشروع مدينه الصدر الجديده. لكن حتى نتحدث اكثر عن هذا المشروع، نتحدث عن تفاصيل هذا المشروع، شنو اللي راح يضمه؟ اكيد راح يضم يعني مجمع سكني كبير جدا، لكن التفاصيل موجوده عند المهندس منتصر اللي راح ينضم وياي الان حتى يشرح لنا تفاصيل اكثر عن هذا المشروع. صباح الخير عليك استاذ منتصر. صباح الخير والعافيه حبيبي استاذ العزيز، يا اهلا وسهلا. ربي يسلمك. استاذ منتصر، اريد تحدثني عن مشروع مدينه الصدر الجديده، شو وقت راح تبلشون فعليا بوضع حجر الاساس لهذا المشروع وشنو راح يضم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اشار الى توجيهات السيد رئيس الوزراء المحترم بخصوص تنفيذ مشروع مدينه الصدر الجديد الذي تم تحديد المنطقه بتنفيذ سياج يحيط حدود القطع الأراضي الخاصة في هذا المشروع، والغرض من هذا السياج هو تحديد المنطقة والحفاظ عليها من التجاوز، وكذلك للشروع بتنفيذ الدراسة والتخطيط والمسح الطبوغرافي لهذه المنطقة. بصراحة المشروع يتضمن حوالي 3800 دونم كمرحلة أولى عن طريق التنفيذ اللي نفذناه احنا حاليا. تم تسييج حوالي 2000 دونم. الغايه من عده مثل ما قلت لكم الانطلاقه في اخذ الفحوصات الخاصه للتربه، وكذلك التخطيط وتحديد الانطلاق للبناء، والبناء يتكون من عده محاور. المحاور الرئيسيه هي بناء مجمعات سكنيه لم يتم تحديد عدد الطوابق، وذلك عند الانتهاء من الفحوصات التربه من بعدها سوف يتم تحديد عدد الطوابق لهذا المشروع. وكذلك المجمع السكني يحتوي على مدارس نموذجيه ومراكز ترفيهيه ومراكز صحيه، وكذلك مستشفى خاص وجامعات اكاديميه وتعليميه في هذه المنطقه. بصراحه اكثر من شركه استشاريه زارت الموقع، وتم الاتفاق مع بعض هذه الشركات، وهذه الشركات هي احدى الشركات الرصينه التي تعمل ضمن البناء والتطوير في بناء المجمعات. وتم زياره الموقع من قبل هذه الشركه، وتم تحديد المناطق اللي يتم التنفيذ من خلالها. وبصراحة احنا طلعنا وياهم اكثر من مرة وحددنا المكان الذي سوف يتم البدء منه. كما تلاحظون حاليا احنا بالموقع، والموقع حاليا هذا سوف يتم انطلاق المشروع من هذه النقطة، والمباشرة بعمليات المسح الطوبوغرافي واخذ عينات لفحص التربة لتنفيذ الخطوات المستقبلية لهذا المشروع.